كالي. تعرفوا من ذوما فرانسيس راهو خويا معناها اكيد راهو تو حتى هو في بالهمش اللي قلت معاكم رئيس السيرة توصلتهم الاخبار اللي انا معاكم. اي اي جو بريفير خلي حكايه النص والاغناء اللي في الاوبيرات خليه انت فنان وتعرف باش يجي وقته نغني اما خليه في وقته بالعرض. اما حاجه معز حاجه توجع وحاجه حلوه وحاجه قويه برشا برشا ووقتها تو نحكي اللي صاير كليلة ودمنا نعرف بالأساس القصة كليلة ودمنا لكن فيها كل شيء فيها الإخراج فيها الغناء بالأساس خاطر بنسبة 99% مرتكزة على الغناء وفيها إخراج وفيها يعني باش يكونوا 5 مطربين و5 موسيقيين سورسان وديكور حاجة ترعب خدمة حلوة برشا أنا فرحان بها معناها صدقني يعني نستنى في اللحظة في أول عام موش عيب إذا باش تعمل غنية لأنه فما البعض يقول لك فما حاجة زادة هنا معز يقول لك يا غنية قبل الصيف وتحكي العرس خد باش يخدم العروسات إيه موش عيب أنا خدمت العروسات كما أنت معناها يعمل غنية بها يعمل غنية صحيح لا نحكي لك فما البعض يترجم هذه فأنا من الناس معناها نحب الناس تفرح بقدر نظر على السلام وربي هني نحب الفرحة الموضوع جد باركونت المسلسل نحب نعرس هو خرج لطفي العكرمي ونص عماد العوني إنتاج لذا التونسية ومع مجموعة كبيرة بشكون شهر رمضان 30 حلقة قدمت فيه دور أحمد هذا مطرب في الحومة الحكاية الكل تصير في الحومة سامباتي كيسر أسماء كبيرة من حبش سامي باش من ننساش البعض يعني التجربة الثانية ذي بالنسبة لتجربتي تمثيل مسلسلات إذاعية سبق وأنه مثلت مسلسل إذاعي أحلى الأيام كان أخرج جلال الدين سعدي ولا وجهها جندوبي اختي مازالت وجهها بدات تضر شويه في التمثيل نحكيها كتجربه في الاذاعه تو ما شاء الله اسم كبير هذه التجربه الثانيه مسلسل اذاعه كما قلت هذايا عنوانه نحب نعرس فوالا تجربه في التمثيل يقولوا لي ساعات معز وينك في تلزه زاد التمثيل عندنا مده ما شفناكش بون ما تمش اقتراح عليا باش نكون موجود كما برشا هالفرق كما نسكن لكن سعيد نرجع نقول بتجربتي الكوميدي ميوزيكال كليله ودمنا اللي حكينا فيه لانه من الجانب الاخر التمثيل انا نحب نعاود التجربة والناس نجحت يقولوا لي نمت عروسية وسيت كوم لوتيل معناها أرى 5 مسلسلات أو التجربة حتى في السينما بقى كما قلت لك يا إما تلقاهم ديكليك وإلا أنا ما يعني أنا ما تمش الاقتراح علي يا فام يا فام يوم النمبر 1 يا